وترفع الراية لحظات وتندفع الجياد على بركة الله في سادس أشواط هذه الأمسية. جميع الجياد والأفراس ذاقت طعم الانتصار. إنتاج السعودية عمر 3 سنوات. تلوح المخايل تتزعم الطليعة. الورقة الأولى لإسطبل أبناء الشريف. هز شاكل العبدلي تتقدم مع إيدي كاسرو إلى الانطلاقة، وزعم تأتي في المرتبة الثانية، وعن ظنك المرشح يأتي في المرتبة الثالثة، وعناية الحكم يأتي إلى المرتبة الثالثة بشعار طارق محمد عناية. ربما يأتي مع أيضا نشاهد اسلم وسلم في المرتبة الخامسة، وأيضا الأخشبان في المرتبة السادسة. لا زال الأخشبان في حالة انتظار ما دام تلوح المخايل تتزعم الطليعة وتصنع الشوط. يأتي عناية الحكم إلى المرتبة الثالثة على مقربة من الصدارة، وعن ظنك شاهد نواف الفيروز يبدأ الاستحثاث. هل تواصل الصدارة تلوح المخايل إلى المرتبة الأولى؟ إيدي كاسترو يقسم الخطوة، ولكن زعامات قادمة. عناية الحكم في المرتبة الرابعة، عن ظنك ثالثا، وأشاهد مقناص في المرتبة الخامسة يمشي، وكذلك أشاهد تلوح المخايل. والله بدأت تلوح تلوح المخايل إلى المركز الأول. مبدع شالح الضياني عبر اسطبل ابناء الشريف. هزع شاكر العبدلي، والله تلوح تلوح ترافق نبع الصفا، تغادر تغادر تلوح تأتي. إيدي كاسترو على خط النهاية، على خط التحدي والمنافسة. تلوح المخايل.